وسهلا بكم في ملعب سان جاكوبس بارك. من خلف الميكروفون انقل انا رؤوف خليف احداث هذه المباراة لكم. ويدب الحماس المضاعف في أنحاء الملعب بينما نستمع إلى الموسيقى الرسمية لدوري أبطال أوروبا. ها هو تشكيل مباراة اليوم. يسددها ببراعة، تسديدة ثانية هنا، كرة هدف، جول! افتتاحية رائعة في المباراة. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. بداية ناجحة للغاية بهذا الهدف المبكر. كرة طولية إلى الأمام، فاصل جميل من التمريرات، كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه، تمركز جيد والدفاع يستميت لمنع الخطورة وقطع الكرة. فرصة إحراز هدف، تصدي رائع من الحارس، تصرف رائع منه هناك، هذا تصدي مدهش للكرة. سيتم تنفيذ رمية التماس. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة، هناك إمكانية التسديد الآن. ينجح الفريق في التقدم في بداية الشوط الأول من المباراة. يحاول أن يلعبها بينية، كور واللعب وجول!
أعطتني كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف، كانت رائعة. النتيجة 2-0 الآن، وتعود الكرة إلى القلب. والكرة ملعوبة إلى الأمام. يلعبها دوريا. يلعب كرة بينية. دي بروين. يحاول تمريرها عبر الدفاع. إنه هدف آخر. أحرزوا هدفاً آخر خلال دقائق قصيرة. مواجهة من هذا النوع كان لابد من فائز واحد. تستمر المباراة والنتيجة الآن هي 3-0. هدف ثاني مباغت لصالح مانشستر سيتي. كرة على الرواق. يعترض التمريرة. كرة تلية من الحارس. يحاول لعب كرة بينية غدارة. دي بروين. لديه إمكانية التسديد إن لم تسبب أي قلق للحارس. تستحق الإشادة. صحيح أنها خرجت بعيدا لكنه لعبها بطريقة جيدة. كاد أن يهز الشباك مجددا. هو كالكابوس لأي دفاع، وتحركاته والمساحات التي يخلقها وتوقعه الجيد للكرة كلها مهارات يتميز فيها كثيرا، ومن الصعب جدا على أي دفاع السيطرة عليه. كرة دورية في المساحة الخالية. لم يرفع مساعد الحكم رايته. صدها الدفاع. الكرة للأمام. لا سلام ولا كلام، هذه كرة إلى الأمام. يلعبها بينية أرضية. اللاعب يحاول المرور، سيسدد. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. يلعبها طولية. يحاول فك دفاعات المنافس. مناورة رائعة. يوزع توزيعها موجهة. والكرة ملعوبة إلى المنطقة، ولكنها لا تجد أحدا في النهاية.
ولا تزال الفرصة قائمة، أطول من اللازم وإلى خارج الملعب. ديبرين توزيع إلى الأمام، توزيع ناحية اليمين، كرة جميلة، يفعل الدفاع ما في الإمكان ويبعدها إلى بر الأمان. ستيرني في أفضل أيامه بعد تسجيله لهدفين رائعين حتى الآن. تحكم مذهل، إنقاذ رائع من الحارس، يبحث عن زميله. كرة طولية إلى الأمام، شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. أعتقد أنها مخالفة، وسيسدد إلى المرمى مباشرة. ديبرين يحاول لعب الكرة لأحد زملائه في الهجوم. كرة طولية إلى الجناح، تمريرة مقطوعة. جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ يلعب كرة إلى اليسار، كرة على الجانب، الدفاع قادر على التصدي لكل خطورة. يريد التسديد، هذه كرة تدخل المرمى وجول. تمثل هذه التسديدات كابوسا مرعبا للحارس دائما. من الواضح ان زملاء الحارس الذين وقفوا امامه قد حجبوا عنه الرؤيه، وكان هناك بعض البطء في التعامل مع التسديده. لابد من بعض التعاطف تجاه إيدرسون مورايش. هدفين بين الفريقين والنتيجة 3-1. سنتابع الدقائق المتبقية الآن. مساحة خالية على الطرف، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ولا يزال مستمرا في التقدم. يا سلام، مراوغة ممتازة، كرة نار على اليسار، يلعب كرة بينية وكرة غدارة ويضعها في المرمى. إنهم متقدمون بفارق 3 أهداف وقد تنتهي المباراة هكذا. يمكن استغلال المساحة إذا كانت التمريرة جيدة، وقد كانت سريعة ودقيقة ولذلك كانت ناجحة. جوار خط التماس ويستعد للدخول، سيتم التبديل في الحال. يسيطرون على المباراة الآن واتسع الفارق إلى 3 أهداف. يحاول تمريرها عبر الدفاع،
اقترب من تسجيل الهاتريك، واعتقد مع الاداء الذي يقدمه اليوم ومع الوقت المتبقي من المباراه بامكانه تسجيل الثلاثيه. ابعدها وانقذ الفريق من خطر محقق. قام بالدوره الدفاعيه على اكمل وجه، دفاع جيد جدا. يرسل كره طوليه الى المساحه الفارغه. من سيستلم هذه التمريره الطوليه؟ فاتت ومرت ووصلت اليه. هل يمكنه تسجيل الهدف؟ انها ركنيه. والكره الى خارج المنطقه. ينطلق نحو الخط الامامي. تلعب الكرة ناحية اليمين. كل الشكر والتقدير والعرفان وإزالة الخطر من المكان. يلعبها بينية أرضية. تغيير اللاعب على الرواق. كرة طولية إلى الأمام. كرة طويلة وعالية على الرواق. يبدو أن هنالك تبديل سيجرى الآن، حيث أرى أحد اللاعبين يقف بجوار خط التماس. تسديدة، تصدي ولا أروع من حارس المرمى. لعبها بشكل رائع، مجهود ممتاز. نعرف جميعا قدراتي، اظن اننا نشاهد موهبه خاصه جدا هنا. لاعب يمكنه تغيير نتيجه المباراه بمفرده. كره طوليه الى الجناح. تحرك في توقيت مثالي لضرب التسلل. والكرة للمنطقة الأمامية. مانشستر سيتي لا يستخدم دكة اللاعبين. لم يخاطر على الإطلاق. مرت الكرة بشكل لطيف. والآن الكرة ملعوبة للأمام. يلعب كرة بينية. ستذهب الكرة إليه. كرة لا تمر، تمنع سيناريو مر. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ديبرين. ستيرلينغ. ديبرين. والدفاع يبعد الكرة. غير معقول، غير مقبول إهدار الكرات بهذه الطريقة. الفريق يستحوذ على الكرة بطريقة سلبية دون التفكير في الأمام، وفي النهاية يقطعها المنافس. يحاول تمريرها عبر الدفاع. يقوم بالتسديد. كانت صعبة بالتأكيد. كما يقولون لا نجاح دون المحاولة، لكن من تلك المسافة فإن الدقة والقوة هما المكونان الرئيسيان لنجاح التسديدة، وهناك حاجة لذلك الآن. يا للروعة! والعرضية، والعرضية أبعدوها بشكل جيد. ستيرلينغ على اليسار، أسطر يا ستار. فرصة خطيرة. يبحث عن زميله. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. كرة طولية في المساحة الخالية. خلق لنفسه المساحة.
توزيع ناحية اليمين، يحاول أن يلعبها بينية، يلعبها مرفوعة، يصمد الدفاع بكل إقناع، كرة على الجانب، يتعرض للضغط بكل القوة، والحارس يلعبها بعيدة عن مرمى. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. فاصل من التمريرات الجميلة، تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور، كرة طولية من الحارس. هكذا نصل إلى النهاية، انتهت المباراة. لابد وأن لاعبي الفريق المنافس يشعرون وكأنهم واجهوا إعصار، تمزقوا تماما بتحركات اللاعبين والتمريرات الأمامية المحكمة، كانوا في غاية الدقة بالتمسك بأول فرصة سنحت لهم للتسجيل، ومنحهم هذا الأداء المطلوب وحافظوا عليه طوال المباراة. لقد كان إيقاعهم رائعا. بعد أن انتهت مباراة اليوم لم يبقى سوى أن أشكر فريق العمل، وخالص تحياتي أعزائي المشاهدين.